مرحبا بكم أحبائي. عدد كبير من الأصدقاء اجتازوا وانتهوا من مستوى البي-أينز. عدد كبير وهائل من الأصدقاء يريد أن يشتغل على حاله، يريد أن يعمل مشروع خاص به، يريد أن يعمل أوسبيلدونج، يريد أن يدرس، يريد فقط أن يتحاور مع الناس. أقولها لكم أحبائي، البي أينز أو الاشتغال فقط على البي أينز لا يكفي. البي أينز هو مثل محاربة أمية، خطوة أولى، الأهم هو البيتسفاي. أحبائي، ابتداء من يوم غد سوف أعمل لكم بشكل مباشر دروس البيتسفاي مجانا ومباشرة على قناتي في اليوتيوب ماروفيل شاو. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أننا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 7:30 بتوقيت ألمانيا سوف نجلس معا بث مباشر على قناتي في اليوتيوب ماروفيل شو، وندرس البيتسفاي خطوة 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 وبطريقة مبسطة وبطريقة جميلة، بحيث أن كل شخص سوف يتمكن إن شاء الله من كسب مفردات جديدة، من فهم بعض الأمور الجديدة. سوف أقوم بعمل خليط بين القواعد، الجراماتيك، النصوص للقراءة، ليزن، السمع، هوغن. سوف نكسب مفردات جديدة، سوف نتعلم كيف نراسل شركة، سوف نتعلم كيف نتكلم في التليفون، سوف نتعلم كيف نطلب شيئا من الانترنت، سوف نتعلم كيف نقوم بالإجابة بشكل صحيح وشكل واضح على رسالة معينة، سوف نتعلم كيف نتكلم مع الدكتور، مع الجوب سنتر، مع هيئة حكومية، مع الأوسلند بهرد. كل مرة 3 مرات بالأسبوع، كل يوم من هذه الأيام سوف أحضر لكم درس بسيط وخفيف لمدة نصف ساعة. إذا أطلنا الدرس سيكون 45 دقيقة، لكن سوف تكون مفيدة ومهمة بالنسبة إليكم. الدروس ستكون مباشرة الساعة 7:30 بتوقيت ألمانيا، كل واحد يمكن أن يشاهدها، لكن بعد كل درس سوف تبقى الدروس محفوظة في الإنترنت، بحيث أنكم إذا لم تحضروا البث المباشر يمكنكم مشاهدة الدرس والاستفادة بأمور مهمة. كثير من الأصدقاء يحبون طريقتي في التدريس، لأن طريقتي في التدريس هي طريقة مبسطة بسيطة وسلسة وعملية، بحيث أننا نتعلم الأشياء التي نستعملها ونحتاجها في حياتنا اليومية، لا نتعلم أمور لا نحتاجها أبدا أو أمور لن تفيدنا في شيء أبدا. أنا إنسان يحب أن يعطي شيء أنت تحتاجه، أعطيك ما يمكن أن تحتاجه. لذلك أحبائي، إذا كنتم لازلتم لم تشتركوا معنا في قناتنا على اليوتيوب بالضغط على زر سبسكرايب أبونيغن صابوني، يعني الاشتراك المجاني على قناتي باليوتيوب، اذهب الآن إلى القناة باليوتيوب ماروفيل شاو، مكتوب هنا على اليوتيوب ماروفيل شاو، واشترك معنا واضغطوا على الجرس وأخبروا أصدقائكم بأنه ابتداء من يوم غد سوف نشتغل على البيتسفاي. أريدكم أن تتعلموا البيتسفاي، لا أريدكم أن تبقوا دائما تنظروا إلى نفسكم بشيء ضعيف، لا، أنتم لستم ضعفاء، كل واحد بإمكانه أن يتعلم البيتسفاي. إذا تعلمت البيتسفاي سوف تستطيع أن تفهم على الألمان، سوف تستطيعين أن تفهمي على الألمان، أن تندمج مع الألمان، لن تحتاج مترجم بعد، لن تحتاج شخص يترجم لكم كلام، شخص يقول لكم كذا أو كذا أو كذا. كثير من الأصدقاء أيضا انتهوا من البي أينز وذهبوا إلى البيتسفاي، أخذوا شهادة البي أينز بنتيجة رائعة، ذهبوا إلى البيتسفاي ووجدوا مشاكل وقالوا نحن لا نفهم شيئا. لماذا؟ لأنه بين البي أينز والبيتسفاي يوجد شيء، يوجد جسر بينهم أو فرق يسمى البي أينز بلس،
والبي اينس بلس للأسف لا يتم تقديمه في المدارس، لذلك عدد كبير من الناس يدرسون البي اينس ويمرون إلى البيتس فاي ويجدون صعوبة في البيتس فاي، وهذا ما سوف نشتغل عليه في الدروس المباشرة. دروس مباشرة 3 مرات بالأسبوع ستكون كافية، لأننا سوف نشتغل، سوف أعطيكم تمارين، سوف أعطيكم نصوص، سوف أعطيكم أمور جد مهمة سوف تفيدكم إن شاء الله من خلال، وتستفيدون من خلال خبرتي، من خلال مساري. دروس رائعة، أنصح كل واحد أن يتابعها معنا. غدا سوف يكون البت الأول، اليوم هو يوم 5، نعم 5 بشهر 11، يوم الاثنين 6 نوفمبر، 6 بالشهر 11، يعني يوم 6 سوف تبدأ الدروس، الاثنين الثلاثاء والأربعاء، 7:30 بتوقيت ألمانيا، مباشرة على قناتي في اليوتيوب. أخبروا أصدقائكم وكونوا مستعدين معنا لمشاهدة الدروس، أوكي؟ من الآن أحضر دفترك، اعمل أمورك ابتداء من يوم غد بطريقة احترافية، طريقة سلسة، طريقة جميلة. سوف نتعلم أمور مهمة سوف تفيدك، سوف تفيدك في مسارك، في حياتك في ألمانيا كيفما كان هدفكم. أرجوكم انشروا هذا الفيديو، اضغطوا على اللايك، واكتبوا لنا هنا أيضا مستواكم، ومن يريد أيضا أو لماذا ترغب بتعلم البيتس فاي، لماذا ترغبين بتعلم البيتس فاي؟ لأجل دراسة، لأجل أوسبيلدونغ، لأجل شغل، أو لأجل فقط الفهم على الألمان والاعتماد على النفس؟ شكرا لكم، أحبكم في الله. هذه الأمور أعملها لكم مجانا لوجه الله، لأن أريدكم أن تتقفوا على رجلكم. ألتقي يوميا بعدد كبير من الناس يعانون كثيرا، أريد إن شاء الله أن كل شخص يقف على رجليه ولا يحتاج مساعدة من عند أحد، كل واحد يعتمد على نفسه. وإن شاء الله أنت أيضا تستطيع أنت أيضا تستطيعون أيضا أن تساعدوا الأشخاص الذين جدد بألمانيا، كل واحد يساعد الآخر وهذا جميل. أنا أقدم لكم من خبرتي، أنتم أيضا تستفيدون من عندي، تأتيكم خبرة، تتعلمون أمور وتساعدون شخص آخر يحتاج، وهكذا نحقق مجتمع ناجح وجميل. شكرا لكم، أحبكم في الله، وموعدنا يوم غد 7:30 على اليوتيوب في قناتي، وهذا هو الرابط أسفل الفيديو. إلى اللقاء ومع السلامة.